الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. رب افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. كل سنة وأنتم طيبين وبخير، كل عام وأنتم طيبين وبخير، ويعودها عليكم الأيام يا رب بكل صحة وخير وسعادة. نرجع لحضراتكم بعد فترة أجازة كده والتقاط للأنفاس وراحة وهدوء وشوية استجمام كده في العيد بعد المطحنة اللي كانت شغالة قبل كده في الأخبار وفي الشغل اللي الحمد لله رب العالمين كان يومي، وفي كثير جدا من الأيام وفي كثير جدا من الأحيان كنا بنطلع مرتين، مرة الظهر ومرة بالليل. رجعنا زي ما وعدنا حضراتكم بإذن الله وحده وبفضل الله وحده لبرنامجكم كلمة حق. وعايز أقول لكم إن أنتوا طبعًا يعني وحشتوني جدًا 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 جدًا. عايز أقول لكم إن في وسط الإجازة كده والله زي ما بقول لكم كده، يمكن تاني يوم أو تالت يوم كنت عايز أطلع لايف. يعني الناس اللي موجودة معانا كلها وحشتني، عصام كريم وبيبو تريكا وعلاء عواد وكل الناس اللي متابعه معانا في اللايف وكل اللي موجودين معانا بوميدو فريد والاستاذه فاطمه المصراوي. كل سنه وحضرتك طيبه وبخير يا فندم. كل الناس ومحمد مربيع، محمد مربيع ومحمد محسن، نور يا محمد ومحمود رضا، كل الناس واحمد عطا، نور يا ابو حميد منور الدنيا كلها، وجيمي جيمي وكاتب جيمي تالت عشان يبقى تلاتة جيمي. كل الناس وحشتنا بشكل كبير جدا. استاذ عبير خاطر منوره، استاذ عبير منوره، وسعود دومه وياسر محمد من الدوحه اهلا بيك، وابو ساره ومحمد سعد وعلاء العجمي. شوف كل الناس الجميلة ديت كانوا وحشيني جدا، وياسر شتا وميدو فريد دانوري كنتي ياسين ياسين وكريم احمد وسراج سراج الدين عصام طبعا كريم، استاذة هبة الشامي منورة، امال منورة، سامح فريد منور، كل الناس اللي موجودين معانا في الشات منورين. ربنا سبحانه وتعالى يجمعنا دايما كده. الاستاذ صفوت لطفي ومحمد ابراهيم وشعبان واحمد عبد الفتاح واحمد ابو العيلة ومصطفى جوده وصفوت لطفي من الكويت تمام، وسعود دومه، استاذه هبه تاني منوره، احمد عفيفي كل سنه وانت طيب، وعمرو ماهر واحمد ابو العيلة وياسر وعلي محمد. كل الناس الجميله ديت كلكم منورين على دماغي من فوق. وائل انت فين؟ وقوله وائل فاروق من الامارات طبعا، وهاني هاني وحشتنا، ده انت كمان وحشتني جدا، وعلي محمد الله يكرمك، وياسر شتا الله يكرمك، الله من ميلانو، ياسر شتا من ميلانو من ايطاليا، شعبولة انت فين يا شعبولة؟ شعبولة طب ده كلام ان شاء الله زي الفل يا استاذه فاطمه. زي وعلاء ترك وحشني، فتحي مصطفى الله يكرمك، جيمي اي ليف ان تشاينا حبيبي حبيبي من الصين، شوف الدنيا كلها من الكويت، صفوت لطفي ان شاء الله تبقى بخير هناك، محمد عبده من دمياط، كل الدنيا اهو من الكويت ومن ايطاليا ومن الامارات ومن السعوديه. عيد سعيد عليك يا استاذ عبير خاطر، ومن امريكا، واهو شعبان هلال من السعوديه تمام، ومن مانشستر اهوت في انجلترا، وكينج كينج هلا كيفك كيفك انت من السعودية برضو، ناس كتيرة جدا من كل أنحاء الدنيا تقريبا. نبتدي نعمل لايك بقى من فضل حضراتكم. يعني كل اللي موجودين بقى، يعني كل الناس اللي موجودين معانا، أشرف ملاك اسكندرية، عبير خاطر بتقول لي اسكندرية بتمسي، بتمسي عليكي وعلى الدنيا كلها. هاني هاني طب نعمل لايك بقى ونعمل شير عشان الناس تعرف إن إحنا رجعنا تاني. ماشي قطع شوية كده وبعد كده رجع. ماشي أوكي، من فضل حضراتكم من فضل حضراتكم. ماشي امالي اوكي، انت راجل محترم الله يكرمك. علاء علي تمام. طيب نبتدي بقى نعمل لايكات ونعمل شير من فضلكم. احمد عبد الرازق بس ما بيقطع عشان العنوان، هما طبعا قاعدين عارفين ان انا طالع النهارده، ف
ابتدت الليلة ايه؟ ابتدت الليلة من بدري بدري يعني. معلش هنعمل ايه؟ طيب معلش يعني ده عيب شوية عليكم، انما معلش يعني حاولوا بقدر الامكان تعمل شير كمان لللايف علشان الناس تعرف ان احنا رجعنا تاني ونبتدي نتفاعل تاني من اول وايه؟ من اول وجديد في مجموعة اصلك وحشهم. اه طبعا هم مرتاحين مني، مرتاحين مني الاربع خمس ايام اللي ايه؟ اللي فات محمد عياد. اه طبعا اه طبعا طبعا هنعمل ايه؟ الله غالب على امره ان شاء الله. سعيد حميد حميدي حبيبي. طيب نبتدي كده بمجموعه من الاخبار يعني نجمعها لكم كده نلم بيها الليله الاول، نسخن الدنيا معانا، وبعد كده وقت هنخش فين؟ هنخش في الحاجات التقيله اللي احنا متعودين فيها مع بعضينا بمشيئه الله تعالى. بسم الله على بركه سيدنا رسول الله. نبتدي اول اخبارنا ان حمدي فتحي لاعب وسط النادي الاهلي هيشارك في مران النادي الاهلي بعد تعافيه من الاصابه من كورونا، عودا حميدا سالما لحمدي فتحي ولكل اللعيبه ولكل الناس اللي اصابتهم كورونا او اي اصابات تانية. بالمناسبه ازمه كبيره سببها شاكوش اميره اميره ابيها ابيها، اهلا بيك، نورت الدنيا كلها، نورت الدنيا كلها حضرتك يا فندم. حسن شاكوش طبعا كابتن محمود الخطيب عنف كابتن سيد عبد الحفيظ بشكل كبير قوي ودخل معاه في مشاده، ازاي تسمح لشاكوش ان هو يخش اوضه اللبس؟ دي اصلا ممنوعه لاعضاء مجلس الاداره والاعلاميين وكل الدنيا، ازاي شاكوش يخش اوضه اللبس بتاعت النادي الاهلي وياخد صوره بالمنظر دوت ويتم يعني نشرها على مواقع التواصل الايه الاجتماعي. استاذه فاطمه بتسالني بتقول لي اخبار العماره والتحرك، ما هو ده اللي جاي لكم فيه. لا ان شاء الله ما في تفاصيل كتيره فيها تمام، بس نخلص اخبارنا الاول ونقول لكم في حاجات مهمه جدا في موضوع العمار اللي انا كنت اتكلمت فيه يمكن من حوالي شهر بالمستندات وبالبلاغات وبحاجات كتيره طلعت على الشاشه ونزلتها كمان على صفحتي الشخصيه على البيج على الفيسبوك، وبعد كده الصديق العزيز الاستاذ عبد الناصر الزيداني اتكلم فيها من يومين، عمل برضه حلقات جامده جدا. ففي تحرك ان شاء الله بعد الحلقتين دول، مش مهم السبق لمين، المهم الحق. هبه الشامي بتقول لحضرتك ليك السبق، مش مهم السبق، المهم الحق، مش مهم مين اللي يسبق، المهم ان الحق ربنا سبحانه وتعالى يعني يرجعه تاني لاصحابه او الحقوق ترجع لاصحابها. مش مهم بقى انا ابتديت ده ابتدى ده ابتدى، كلنا في الاول وفي الاخر في يعني ايه في مركب واحده، الكل في مركب ايه واحد، والكل بيحاول بقدر الامكان ان هو يعني الظلم تمام، بيحاول بقدر الامكان ان هو يحارب الظلم على قد ما يقدر. النادي الاهلي بلغ وليد ازارو انه مش هيطلع اعاره ولا بيع الا لما يجدد. وليد ازارو جاي له عرض من اولمبياكوس في اليونان، عارفين كلنا طبعا مشكلته في السعوديه وانه اتمنع خلاص ان هو يبقى موجود او انه يتعاقد مع الانديه السعوديه بعد رفضه تمديد الاعاره طبقا للقرارات بتاعت الاتحاد الدولي. فبالتالي النادي الاهلي بلغ وليد ازارو عقب انتهاء اعارته في الاتفاق السعودي ان هو مش هيوديه اي حته تانية الا لما يجدد الايه العقد بتاعه. الخطيب بيحاول ان هو يقنع مستر فايلر بامكانيات مين؟ ازارو، انما يعني ما اعتقدش ان الامور ديت ممكن يعني هتمشي او هتاكل مع فايلر. فايلر دماغه ناشفه جدا، وديكم شايفين المشاكل اللي حاصله ما بينه وما بين صالح جمعه الفتره اللي ايه الفتره اللي فاتت. النادي الاهلي بيعرض على يعني النادي الاهلي بيعرض على شريف اكرامي، بيعرض على شريف اكرامي ان هو ما يروحش بيراميدز وياخد منصب كويس جدا ومحترم جدا في ما طبعا يعني هم بيحاولوا بقدر الامكان. هنعمل ايه طيب؟ طب هنعمل ايه؟ يعني هنعمل ايه؟ يعني هنحاول بقدر الامكان يعني، ما انا عشان كده بقول لحضراتكم البث بيقطع طبعا، البث بيقطع وهتبقى فيه بعد كده هتتعمل مع شركه وي لو ما ظبطتش الاداء بتاعها. وي شركه وي لو ما ظبطتش الاداء بتاعها هتبقى فيه مشاكل بعد كده هتتعمل معاها. اه طبعا، لان كده ما ينفعش، كده ما ينفعش.
تمام، لان دي برضو جايه من البث وجايه من الهاكرز، يعني فيها كذا حاجه، في كذا موضوع. انما شركه وي لازم يبقى فيه، دي قرفانه قرفانه كلنا والله. يعني الشركه عامله بصراحه، يعني ما اعرفش، يعني في علامات استفهام كبيره عليها، وعلى ادائها، وفي شكوى كتيره جدا 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 من عدد كبير من المستخدمين لوي، خاصة في موضوع النت، خاصة في موضوع النت. فيظبطوا نفسهم بدل ما عدد كبير من المشتركين ما هيطلع، ونروح بقى الشركات التانية اللي هي ايه، يعني بتخلي بالها من العملاء بتوعها اكتر، وحماية المستهلك هيتعمل كمان شكاوى، وشكاوى على هو، وشكاوى في ال... وهيتعمل دع... يعني هيتعمل حاجات كتير قوي. بالظبط كده، بالظبط كده، ان هما ليهم برضو يد كبيره في اللي بيحصل ده، عشان تبقوا فاهمين، يعني برضو عشان تبقوا فاهمين، وهم بيبقوا تابعين وشايفين وعارفين كل حاجه، وبيوصل لهم عن طريق الايه، عن طريق الناس بتوعهم ده، لو شغالين اصلا، ده لو ناس بتشتغل اصلا فالحين بس يلموا في فلوس بس كده. انما خدمات تتقدم للناس بشكل كويس، يعني ايه بقى كده، انما هو ياخد منك حقه، ما مالناش دعوه بقى بتاعت مين، بتاعت اللي بتاعته انا، ما يهمني، يعني ما يهمناش حد، احنا يهمنا شغلنا. في فلوس بتدفع يبقى ناخد خدمه محترمه، مش هناخد خدمه محترمه سلام عليكم، هتلاقوا عشرات الملايين كده هتقفلوا، يعني ما تحترموا الناس طالما بتاخدوا منهم فلوس، مفروض يعني، مفروض يعني. والجهاز بتاع حمايه المستهلك ده برضه يشتغل، يشتغل يعني، عشان الناس كفايه بقى ضغطه، يعني كفايه ضغطه بقى في البني ادمين.